سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. المهم اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد، وهاد الفيديو صراحه صورته شحال هادي، صورته نهار 25 في شهر 2، هو النهار اللي جا فيه بابا. شاش غنبان لكم خارجه، ما كاين لا يعني ما واحد ما مسوقش، ما كاين لا حمايه لا حتى شي حاجه. المهم هادش الفيديو فريمون قديم بزاف، داكشي علاش درت. المهم حاولت ندير هاد المقدمه باش تعرفوا شنو كاين. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، وحاولوا تبقاو في ديوركم تفاديا لهاد الوباء هذا. واللي مريض الله يشافيه، واللي مات ليه شي واحد الله يرحمه والله يصبركم. هادشي اللي كاين. المهم البنات خليكم مع الفيديو. المهم نتلاقاو من بعد. سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم جيت لكم فيديو جديد. صراحه شحال هادي ما صورت شي فيديو بحال هكا. اخر مره اخر فيديو صورته راني باقي صورته في شهر واحد وما عرفتش شنو، وباقا ما درتش فيه المونتاج. المهم جيت لكم اليوم فيديو فيديو جديد. اليوم جاي عندي بابا. خاصني بزاف تخربيق نديرو، قلت نشاركو معاكم. كتعرفو ملي كيكون جاي عندكم شي واحد عزيز، يا اما العائلة ولا صحاب ولا شي حاجة، ضروري ما توجدو يعني بحال عرادة وتوجدو داركم وتوجدو بزاف تخربيق. انا دابا غدا خارجة، اصلا خصني نتقدا شي حوايج يعني للدار، بلا يعني بلا حتى شي حاجة، بلا ما يجي عندي شي واحد. وجات هي هاديك، جات مقادة، خصني نتقدا ومنطون العرادة باش نطيب العشاء وبنطو للدار. سو اول حاجه دابا غندير هي انني كنمشيو في الاول نغسل الطوموبيل، هي الاولى غندوزو لبلاصه ديال سي، غندير لكم قناه الفيديو ومن وراها عاد غنمشيو لسامس كلاب، غنتقدم من داكشي اللي خاصني وعاد غنرجعو للدار وغنبارطاجي معاكم شنو غندير. المهم الا كيعجبكم بحال هاد الفيديو بقاو معايا حتى الاخر. يلا نتلاقاو من بعد، باي.
دوزت هنايا غندوز لسامس كلاب غنتقطع شي حوايج خاصه مني كيف قلت لكم. و المهم خليكم معايا هادشي اللي كاين، غنوريكم شي حوايج صراحه ما نوريكمش تقدير لانه راكم عارفين تقدير كل واحد شنو. وكيف قلت لكم البنات هاد الفيديو راه قبل ما يولي هاد الكارثه ديال الكورونا فيروس وداك الشيء. المهم يعني كان الناس باقيين عادي جدا، ما كان لا ماسك لا حتى شي حاجه، ولكن دابا فريمون بنادم ما خصوش يخرج صراحه. تنخرج انا اذا كانت شي تقضيه مهمه عاد كنخرج، يعني ماشي ديما خارجه ولا مسيره ولا شي حاجه. صافي هنا كيف كيبان لكم. المهم رجعت للدار داكشي، هنا عندي اللحم يعني الكري شحال ما بغيتو، يعني الكونتيتي اللي بغيتو. عندي هنا الملحه، سكنجبير، البزار، سميتو الخرقوم وسميتو شويه ديال الثومه، كنظن هذيك الثومه. صافي البصله انا كنطحنها، كنشد كنطحنها باش كتسهل عليا كتجيني احسن. صافي وغنشد انا غنطيبها في كوكوط، يعني غنلح كلشي وغنسد عليها الطيب احسن من نبقى مقابلها ولا شي حاجه. وما كان صراحه ما كنشحر ما حتى شي حاجه، كنحط كلشي، كندير زويته شويه زيت، كندير البصله، ندير العطريه، ندير كلشي كنخلطو وكنسد عليها ونخليها طيب. والكوكوط هذه اللي عندي كتعطيك هي القياس شحال المده باش غطيب، يعني كتتبركي على البطونه اللي فيها اللحم ولا مثلا كتعصيبي لا سوب ولا اي حاجه. مهمة الكوكوط صراحه زوينه كتسهل وصافي وكطيب، يعني كتسديها وكتخليها طيب. صافي كيف قلت لكم كنخلط كل شيء باش تدخل ديك العطريه في اللحم، يعني تقيس كاع الطريفات ديال اللحم ديالي كاملين، وعاد غنديرها في الكوكوط ولا الطنجره ولا فاش ما غطيبوها، يعني فاش ما كنتو غطيبوها غديروها. هذا الشيء اللي كاين. وكنزيد صراحه انا كنزيد شويه الماء شويه لانه كنسد عليها. المهم كنزيد شويه الماء يعني حيت كنسد عليها ما كنخليهاش تقلى واحد شويه. صافي هذا ما كان البنات، وغندوزو من بعد غندير هادشي طيب وغندوزو للوصفه الثانيه ان شاء الله. المهم انا هادشي اللي وجدت اليوم، غنوجد اللحم وغندير واحد الوصفه اخرى ديال داكشي اللي غنبارطاجيها معكم ثاني. المهم البنات الوصفه الثانيه غنشد الحوت. الحوت ديالي هنا عندي سالمون، وتقدروا ديروا اي حوت كيعجبكم. كاين واحد الشكل اخر هو بحال السالمون تشوفيه، يعني ما تفرقيش ما بينه وبين السالمون، سميتو لي تخويتون وقيله ولا شي حاجه بحال هكا، صراحه ما عقلتش على السميه. المهم انا عندي هنا سالمون مضربه مع الباكاجين ديالو كيف العاده ديما مقاتله معاه. المهم ما علينا، غنشدو غنحيدو غنديرو في مول ديال اللي كيدخل الفران، اي مول اللي يجي قدو. انا درتو في داك المول ديال الساج، وغنحط عليه سميتو غندير الثومه غنشدها غنديرها في ديك الماكينه ولا غنحكها ولا اللي عجبكم غنديرها عليها. وغندير شويه ديال الزبده، بصراحه الزبده يستحسن تقطعوها طريفات مربع صغيرين وتحطوهم الفوق، ماشي دهنوها كيف ما غندير انا في الفيديو. انا دهنتها عذباتني شويه، ولكن احسن حل هو ديرهم طريفات وتحطوهم. وديروا شويه الاعشاب، اي اعشاب بغيتو، لي زارد دو بروفانس، اعشاب ايطاليه اللي عندكم، اي حاجه غاد ممكن ديروها تنسمو بها وصافي. هادشي اللي كاين، وغدخلوها زعما دخلوها للفران طيب، وتغطيو عليها ودخلوها للفران طيب. هنا اللحم ديالي طاب، غنحل عليه الكوكوط وغنخليه محلول، غنشعل الكوكوط ونخليه محلول عليه يتشحر واحد شويه
يوكح واحد شويه، وميم طون اللحم كي بحال كيتحمر البنات ملي كيبقى الكوكوط محلوله وكي يعني زعما البوط خدامه. صافي، وهنا شديت البرقوق غنشدو، المهم غسلته مزيان وداك التخربق كامل راكم كلكم عارفين. شديت في عود ما ندير الماء، خديت من المرقه ديال اللحم ودرت مع البرقوق. غندير سميتو صافي، غنديرو فوق البوطه باش كي درت هذيك المرقه باش كتعطي النسمه زوينه. صافي، غنزيد السكر كل وحده على حسب الذوق، وغنزيد شويه القرفه. انا لقيت راسي زدت شويه القرفه غبره والقرفه عواد، المهم ما علينا ماشي مشكل. صافي، ونخليوها يعني تقدر تنسموها ديروا لافاني الا بغيتو ديرو، ما انا ما درتش لافاني، ما درت شي حاجه كيعجبنيش نديرو. صافي، وغنخليه يطيب فوق البوطه. والناس بالنسبه للناس اللي هنا في امريكا، ما تخليوش البرقوق يطيب بزاف، لانه اصلا هو كيكون بحال كيكون بحال ما تهاري ولا ما عرفش المصطلح اللي غنقول، كيكون رطب بزاف يعني دغيا تيدير. صافي، ما عرفت مالي انا كنلعب، هزيت العود عاد طرطيته. المهم صافي، غنخليه يطيب البنات، هذا ما كان. المهم البنات، هنا غنصايب لاصوص بلونش اللي غترافق ليا الحوت. المهم اول حاجه غنديرو غنشدو شويه ديال الزبده غندوبوها في كاسرونه ولا مقله ولا طنجره اللي عندكم. من بعد غنزيد الكروفيت، نخليه حتى هو نشحرو مزيان حتى يطيب. كيف كتعرفوا الكروفيت دغيا كيطيب ما كياخدش الوقت. باش نعرفوا انا طاب كيولي في كله غوز، ديك الساعه راه طاب. ما غندير معاهم العطريه لا حتى شي حاجه، حتى الاخر هذا ندير العطريه. صافي، كيف كيبان لكم الكروفيت راه كيطلق الماء. صافي، هنا راه طاب، غنحيدو من المقله، وغن نفس المقله غندير فيها لي شامبينيون، غنصوطيهم مزيان حتى هما حتى كيتحمروا لينا واحد شويه. عاد نحيدهم من فوق الكاسرونه كيف كتشوفوا هما صافي واجدين دابا، ما ندير فيهم حتى هما العطريه لا والو. من بعد غنزيد البصله، عندي واحد البصيله مشلضه، غنزيد شويه ديال الزبده. انا الزبده كنت حاطه فوق حدا البوطه دابت ليا، داكشي علاش غتبان لكم ضيبه. المهم صافي، غنبقى نشحرها مزيان 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 حتى غتولي تشد اللوين واحد شويه، تولي مارون يعني حتى كتهبط مزيان وكتشد واحد اللوين زويون بحال الجولد. عاد غنشدها، المهم احتاجيتو شويه ديال الزبده ولا شي حاجه تقدروا تزيدو، انا زدت هنا شويه ديال الزبده. صافي، وغنخليها تشحر مزيان 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 مزيان. كيف قلت لكم ما غنديرش العطريه دابا، العطريه ما غنديرهاش دابا حتى الاخر. صافي، هكا كتبقى تشحر ليا. عاد غندوز باش غنزيد ليها سميتو، غنزيد مشات لي السميه هربت ليا. غنزيد هيفي كريم، ها هي هيفي كريم. غنزيد، المهم عينكم ميزانكم، صراحه ما عنديش ما كنعبرش شحال درت، المهم عينكم ميزانكم. غنزيد صافي، ونخليها نبقى نحرك واحد شويه، نحرك فيها. عاد من بعد غنزيد سميتو، غنزيد الكروفيت ديالي، وغنزيد الماشروم اللي هو لي شامبينيون عليها. سمح صافي، المهم نخليها حتى تبدا تسخن، يعني بحال غتبدا تغلي، عاد غنزيد هذاك الشيء. المهم نخليكم مع الفيديو ونرجع لكم من بعد. صافي، هنا غنزيد الفرماج، نسيت ما قلتوش لكم. تزيدوا اي فرماج عندكم، انا عندي هنا تشيدر هو اللي درت، تقدروا ديروا فرماج حمر اللي هذاك الكره الحمراء اللي كتكون في المغرب، تقدروا ديروا اي فرماج عندكم، المهم درت تشيدر. صافي، الفرماج حتى هو حاولوا ديروا واحد سميتو يعني واحد الكاب بحال هكاك ولا قل، المهم انا من النوع اللي زي فرماج بزاف كنكثر. صافي، غتبدا تبان بدات كتختار، غنزيد الشريمب ديالي، غنزيد الماشروم ديالي عليها، وعاد غندير العطريه اللي هي شويه الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الثومه غبره حتى هي. صافي، كنا هادي العطريه اللي غندير. صافي، وغنخلط كل شيء مزيان، وغن زعما غنخليها تغلي واحد شويه، وغنطفي عليها
باش هي ملي غتفعلها صافي غتختار راسها. فريمون البنات كتجي خطيره هاد لاصوص، كتجي واعره واعره بزاف ومفيده، يعني فيها بزاف تخرج زويون. واهم حاجه هو التشيز الفرماش. فريمون فريمون البنات كتجي واعره، كتجي واعره 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 بزاف، يعني جربوها وردوا عليا الخبر. صافي البنات هذه هي لاصوص ديالي، راه واجده او خاتبه لكم دابا السائله، وراها غتختار من بعد يعني غتولي زوينه بزاف. السلامة. الله يسلمك. واش هادي؟ ها هو وصل. ها هو. كيبت على البطونة، كيبت على البطونة. إيوا راه كيدير كيقلب دابا كلشي. شادي؟ عينو دايخ بالنا. بابي. شكون هذا؟ بابي. قول لي I love you. I love you. كدير عنك؟ شادي. ها كدير عنك؟ I love you. بابي بلاي بلاي البنات ما بقيت صورت لكم والو، نسيت صراحه. احنا دابا كيف كيبان لكم وصلت للمطار، وبابا وصل بخير وعلى خير. الطياره ديالو كانت جات بكري، يعني جات قبل الوقت، ولكن المهم وصلت عليه، وصلت عنده معطله شويه، ولكن ماشي مشكل. اهم حاجه هو انا وصل بخير وعلى خير، ودابا رجعنا للدار. هذه هي العشيوه ديالي البنات. المهم ما بقيت صورت لكم في الاخر مزيان، لانه فريمون عييت. صافي هذا السوشي ديالي، هذه واحد صالاد بالزردة طيبتها ديال لي بات، هذا هو الحوت ديالنا، هذا هو اللحم كيفاش كيجي. المهم صراحه الديكوراسيون ماشي شي ديكوراسيون، ما ديوش عليا ليسونسييل هو البنه، جا داك الشيء غزال غزال بزاف صراحه، وهذيك صالاد عاديه اللي في الشم. مهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي البنات. كيف كتشوفوا ماما تسوشي شريتو من سامس كلاب، صراحه غزال 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 بزاف ورخيص. المهم كيف قلت لكم نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ويعجبكم الوصفات ديالي. الا عجبكم ما تنساونيش باللايك والبارطاج والكومونتير، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.